اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل وذلك بحضور السيد محمد منصور رئيس مجلس اداره شركه منصور شافرولي والسيد طارق عطا رئيس مجلس اداره شركه جنرال موتورز والمهندس لؤي الشرفه الرئيس التنفيذي لشركه جنرال موتورز للشرق الاوسط وافريقيا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع شهد متابعه الموقف التنفيذي لاستراتيجيه الدوله لتوطين صناعه السيارات الكهربائيه في مصر وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز التعاون مع شركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بداية من مراحل التجميع وصولا إلى التصنيع المتكامل بما يتماشى مع التوجه العالمي المتنامي في هذا الصدد وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر مع الأخذ في الاعتبار مردودها الإيجابي الهام على الدولة والمواطنين اقتصاديا وبيئيا و صحياً. مع ضمان أن تكون أسعار السيارات اقتصادية وعلى أن يتم العمل في هذا الإطار بشكل متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن الكهربائي للسيارات على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية بما فيها محطات الشحن متناهية السرعة كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء أيمن سليمان مساعد رئيس الهيئة الهندسية للتسليح. والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئه الهندسيه لتصميمات الطرق والمهندس محمد طلعت الاستشاري بمشروع مسجد مصر الاجتماع تناول متابعه الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئه الهندسيه على مستوى الجمهوريه وقد تم في هذا الإطار استعراض جهود تطوير الطرق والمحاور بغرب القاهرة، سواء من خلال توسعة المحاور الحالية أو إنشاء محاور جديدة، بما فيها إنشاء محور موازي لمحور 26 يوليو بطول 12 كيلو متراً، لتتكامل مع ما تم من تطوير بشرق القاهرة، وذلك في إطار العمل على حل مشكلة الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تطوير ورفع كفاءه الطرق والمحاور المروريه بمختلف المناطق في القاهره الكبرى تحقيقا لسهوله ويسر الحركه للمواطنين من مرتادي تلك الطرق والمحاور وللقضاء على الاختناقات المروريه وحل مشكله التكدسات وذلك في اطار خطه الدوله لتطوير وتحديث شبكه الطرق والمحاور المروريه بالقاهره الكبرى بما فيها من خلال رفع كفاءه المحاور الرئيسيه التي تربط شرق القاهره بغربها فضلا عن تطوير منظومه الطرق والمحاور بمنطقه غرب القاهره الكبرى وذلك تكاملا مع ما تم في منطقه شرق القاهره بهدف التخفيف على المواطنين بمنطقه غرب القاهره والتي تعاني من كثافات واختناقات مروريه شديده كما تم استعراض الموقف الانشائي والهندسي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مسجد مصر والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به لا سيما قاعة دار القرآن الكريم فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لكل من ساحة الشعب وساري العلم وكذلك القيادة الاستراتيجية. كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، لا سيما مدينة الجلالة، وما تضمه من مناطق ترفيهية وسياحية، وكذلك الموقف التنفيذي للبنية الأساسية لمشروعات استصلاح الأراضي في منطقة جنوب الوادي بتوشكا. كما تم استعراض جهود تطوير البنيه الاساسيه لمدينه شرم الشيخ استعدادا لاستضافه القمه العالميه للمناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري فضلا عن عمليه التطوير الجاريه بمنطقه الرويسات في شرم الشيخ بما فيها رفع كفاءه التجمعات السكنيه والبدويه بالمنطقه حيث وجه السيد الرئيس بالعمل على ان يتم تطوير تلك المنطقه بشكل متكامل لصالح السكان بحيث تتضمن مباني خدمات اداريه شامله على اعلى مستوى